نشوف فنيا تشيء تحكيوا على مقابله فنيه زينا حتى الجانب هذا مهم لا مهم هو لوجيستي مهم وكل سامحوني خاطر مثلا نعطيك انا حكيت مع قيس اليعقوبي قبل الستاج اللي فات حكينا على المستوى نتاع المنتخب بيقول لك انا ملاعبيتك يقعدوا مطيشين في المطار ساعتين وثلاث سوايع قبل ما يطلعوا هذا باش يمشيوا هذا يقلق زاده معناها كيف كي دونك مهم الجانب هذا اللوجيستي على ذاك الجامعه في الطائره خاصه في الستاج هذا باهي خلينا نحكيوا فنيا على الماتش سي شهاب علاش شفنا المنتخب بالمستوى الهزيل هذاك انا باش معناتها ترانزيسيون على اللي كانوا يقولوا فيه الاولاد شوف احنا بعد الثوره نتاعنا لي سوا ديزون تو بارونتيز ثوره شكون اللي هز تونسي الاداره التونسي علاش على خاطر عندنا تقاليدنا عندنا ديزاكي او نيفو ادمنستراتيف ناس خارجه من لينا ناس متكونه وكل يعني عندنا لي ستركتور في تونس نحب ولا نكره وقت اللي احنا توا صارت المشاكل على المستوى الاداري في الجامعه التونسيه كره قدم شكون اللي عندنا الالترناتيف اللي تنجم تهز ولا تنقذ الموقف هو الملعب علاش خاطر عندنا ديزاكي كون لو في اونو في السنين الاخيره عندنا ديزاكي اون ايتي دو فوا موندياليست عملنا الكوب دافريك هذيك ولينا ما عادش نحكيو انه هو اوبجيكتيف التاهل نتاعنا للكوب دافريك معناتها لو تيران فيه بوكو بوكو داكي الور وقت يبدا عندي مشاكل اداريه افيك لي ستركتور اللي عندنا في وسط التيران ما نظنش كان باش تاثر على التيران ارفع من هكا احنا الوغ لو بروبليم سيتي ان بروبليم سبورتيف بيغمون سبورتيف اي شنو وين كان المشكل البارح المشكل البارح عاودنا نفس الاخطاء اللي قمنا بها في مباراه الذهاب اللي هي عدم استعمال الاروقه وعدم استعمال الاروقه هل هو السبب نتاعو انه ما عندناش ملاعبيه سيغ لو كولوار والا لي جوار سيغ لو كولوار هذوما ماهمش bien utilisé par exemple شوفنا احنا في ماتش لالي لعب رمضان ا غوش مع الرافعة ا دروات لي دو جوار هذوما سون با دو جوار دو كولوار بير انكور لي دو جوار اللي هما ينجموا هذوما يدخلوا ولي دو جوار لي زوتر جوار اللي هما ينجموا يكونوا ياخذوا بلاصتهم سيغ لي كولوار شكونهم سي لي زاغير لاتيرو اللي هو بوشنيبه وبن حميده اسكو هما عندهم لا فوكاسيون هذوما ولا لو بروفيل باش يكونوا كيما علي العابدي وعلي المعلول وكيما كشريده كيما شو اسمه اللي كان دراغ دراغر اينو با لو بروفيل الوغ في الماتش لالي اون ايتي في انه باش نلعبوا ضد ايكيب اللي تلعب تحب ولا هكا تلعب الكتله الدفاعيه المنظمه ماشي هيك اللي ديزورغاني نو 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 الي افي اون اورغانيزاسيون بيان ديتيرميني il fallait واحد créer des espaces ou des décalages هذا هي مساج ماتش لالي يظهر لي نفس الشيء تقريبا صار البارح الرافيا على اليمين رغم اللي تبدل شويه الخطه شفنا مساكني مشى على اليسار مساكني مشى على اليسار مي مساكني سافالور من وقت اللي كان علي معلول موجود مع مساكني من وقت مساكني لي اون جامب فريمون اون جامب المساكني ني با ان جوور دو كولوار اكل بتاع دي بوردمون C'est le joueur qui yakhli half space donc les semi espace اللي هما بين الخط وبين لاكس دو تيران ياخذهم هذوك pour libérer le champ la limaloul ben alors Msekni il a fait son rôle البارح في لي زابيل نتاعو مستانس يعملهم انه يدخل الفيكس vers l'intérieur mais qui va le supplier sur le couloir بن حميد est-ce qu'il عملها ما عملش à droite La même chose, Rafia c'est un joueur il يحب يدخل الوسط. يدخل الوسط. Qui va le supplier? Bouchnib. كان كيدخل كشري ده صارت. مشكلتنا كانوا في اللاتيرو معناها. Voilà. Alors, انت un معناتها un des moyens ولا une des solutions باش تبقى وهذا اللي خدمنا به راهو في السنين الاخيره في المنتخب التونسي. علاش قلت لك انا اون نادي زكي. لي زكي هذوما حافظنا عليهم ولا ما حافظناش بنينا عليهم ولا ما بنيناش. ثوابت. ثوابت عنا احنا عنا ازيو فيرمي يدخل يوسف ويتعدى عليه من العليات حتى كان علي المعلول ولا علي العابدي سي لا ميم شوز عنا كيف كيف ادروات يلعب السليتي ولا اللي هو يدخل وسي كشريده يتعدى ولا دراجر يتعدى هذوما من الثوابت نتاعنا باه هذوما اونيتي بريفي من الثوابت هذه
في لي دو ماتش. لا بروف، لا بروف انه اضعف جهه كانت في منتخب الكومورز في الماتش اللي هو الجهه اليسرى نتاعو دفاعيا نحكي، وقت اللي نورمالمون الناس كل شفناه هذا. انا شفت تنقلت الملعب نتفرج الفوق في الملعب يعني واضحه العمليه. البارح نفس اللاعب اللي هو سدد المخالفه على العارضه في الشوط الاول، الشوط الاول سليماني ظهر لي رقم 2. البارح لا لا ميم شوز، لا ميم شوز، هو كان نقطه الضعف. وقتاش ظهرت نقطه الضعف؟ لما دخل كشريده ولا على اليمين، ش عمل المدرب؟ سحبه على طول. قام بتغييره. وقتاش قام بتغييره؟ يمكن خمسة دقائق عشر دقائق بعد ما دخل كشريدة ولات لابارتي دروات متاعنا الفونكسيون بيان. سحب المدرب مش وريك اللي هو لابارتي لابلو فابل بتاتر في الكيب أدفيرس. ألور هذا أنا بالنسبة لي أنا ليزاكي اللي عنا اللي مفروض نستعملهم ما استعملناهمش. به شفنا المردود يتحسن بار انترميتانس، معناتها بصفه متقطعه. مثلا الشوط الاول البارح ابارتيغ دو لا 35 مينوت عملنا فريمون ديزاكسيون ديني لليكيب ناسيونال، فيكساسيون نتاع حنا بعد المجبري افيك ابيل نتاع يوسف في الظهر وتلعبت لاباس ما خلطش يوسف خاطر الجاردان دو بوت الى انتيسيبي. مي اون افي ابارتيغ دو لا 35 مينوت حتى لا فان نتاع لا بروميير ميتون شفنا كيلكو زيدي دو جو. شفنا فما استعمال ما بين الخطوط خاصة بوجود حنابع المجبري اللي هو قاعد يرجع المستوى متاعه. يدوا انشيني لي ماتش في ليكيب في الكلوب متاعه، يدوا انشيني لي ماتش في ليكيب ناسيونال باش يكون جو بريفوا كو ينجم يكون اون بيس ميتريس تعطينا بلوس دو ريتم. خاطر سكو نو مونك نحنا سي لا فيتيس دون لو جو، c'est la possession du ballon sous pression. الشوط الثاني عاودنا خذينا زمام الامور وقت اللي صاروا التغييرات. وقتها فريمون شفنا كلك زيدي دو جو، شفنا كلك معناتها تحرك خاصه لما يكون كان بلال ايل مالك على اليسار وكشريده معاه رقم 8 نتاعنا مع حمزه رفيع دروات. معناتها اعطينا خاطر شوف اسلام حاجه امبورطون وهذا معناتها معمول به في العالم الكل خاصه الفرق الكبيره اللي تلعب. خاطر عش فرق كبيره تستعمل الطريقه هذه لان هي اكثر ما تلعب ضد فرق يلعبوا دفاع مكثف، لذلك لا بد من فتح الملعب. نقولوا احنا الى غير لو تيغان، وقت تفتح الملعب تقدر انت الكتله نتاعها نتاع ليكيب ادفيرس تزيد تفتتها. غير هذا حتى لو هو قعد منكمش تتعدى على الاطراف، حل هو تعطي حلول للاعبين الوسط باش يمتلكوا ولا يدخلوا من الوسط. هذا الماتش الاول ولا الثاني تو نحكي على دو ماتش، انا نحكي تو انا الكلمه الاخرانيه هذه دون لابسولو لامبورتونس دي لارجير لو تيران. وهذا اللي كنا نجموا نفوزوا يعني مع تحقيق الحق بعد التغييرات اللي صارت تحسن المستوى لو كنا قراب. يعني جاتنا وضعيات ما نقولش فما شو اسمه فرص، هي ضربت في ديفونسور هي عمد، لكن بالرغم المستوى هذاك والكل كنا قراب. بالنسبه لي انا كنا قراب للفوز.